صباح الخير عن جديد. منرحب بضيفنا لليوم الشيخ فادي حجازي. اهلا وسهلا فيك. نحن منعزيك منوجه تعزينا لك طبعا, منجدد تعزينا للبنان والعالم العربي. بالبدايه, بزمن التفكك والتطرف والسقوط العربي, رحل حكيم الامي غياب الملك عبد الله بن عبد العزيز شكل خساره للاب والقائد. من السعوديه الى دول الخليج, مرورا بسوريا فلسطين ولبنان, كان خادم الحرمين الشريفين, العين الساهرة على قضايا الأمة. كانت قضية فلسطين شغله الشاغل, فدعا لإنشاء حكومة وحدة وطنية وحل الخلاف الفلسطيني, كما حاول إيجاد حل للخلافات العربية. كان الملك عبد الله بن عبد العزيز رجل حوار واعتدال وانفتاح, وتجسد هالأمر بافتتاح مؤتمر حوار الأديان تحت رعايته في نيويورك. رحل فارس الاعتدال, خسارة لكل الأمة. وعن هالموضوع شيخ رح نحكي مع حضرتك خلال الحلقة وبالتفاصيل, إنما طبعا قبل رح بيكون في عنا عدد من التقارير رح منتبعها. لبنان بيشعر اليوم بحجم الخسارة, فللملك عبد الله بن عبد العزيز أيادي بيضة على امتداد الوطن, من إعادة أعمار لبنان إلى دعم مؤسساته الوطنية والجيش اللبناني والمساهمة بمشاريع إنمائية ومواجهة الإرهاب. لم يميز خادم الحرمين الشريفين بين طائفة وأخرى, إنما سعى إلى إيجاد حلول للخلافات بين مختلف الطوائف والأحزاب اللبنانية, فكان لبنان حاضر دوما بوجدان وقلب الملك عبد الله بن عبد العزيز. الملك الإنسانية وودعت المملكة السعودية والعالم العربي رمز من رموز الأمة وقائد بارز. الملك عبد الله بن عبد العزيز كرس حياته لخدمة قضايا الأمة العربية. استطاع من لحظة تولي الحكم قيادة البلاد بحكمة, كما قام بنهضة اقتصادية وتنموية وطور المؤسسات الاجتماعية والتربوية والصحية في المملكة. عمل على مكافحة الإرهاب لتبقى المملكة السعودية صورة عن عالم عربي معتدل. من أول ما صار الإرهاب أنا صرحت, نحن وراء الإرهاب 10 سنين 20 سنة 30 سنة. أنا اعتقادي إذا ما تكاتف العالم ككل ضد الإرهاب, الإرهاب يبي طول العالم كله. الملك عبد الله بن عبد العزيز رجل حوار وسلام, عمل على توطيد العلاقة بين المملكة والدول الصديقة وإزالة كل الخلافات بين الدول العربية. زيارته إلى حاضرة الفاتيكان هدفت إلى دعم الحوار الإسلامي المسيحي
وأبرز إنجازاته إطلاق مبادرته الشهيرة للسلام في الشرق الأوسط خلال القمة العربية في بيروت يلي قضت بانسحاب الجيش الإسرائيلي من كافة الأراضي المحتلة. كان الملك عبد الله بن عبد العزيز نصيرا وسندا للبنان. برحيله فقد لبنان الأب والحليف يلي وقف إلى جانبه في أحلك الظروف. لم يبخل الملك عبد الله بإطلاق المبادرات في كل ما يعزز السلم والاستقرار الداخلي. في الاقتصاد والإعمار كان الملك إلى جانب الرئيس رفيق الحريري في إعادة بناء لبنان، واليوم في دعم الجيش ومكافحة الإرهاب والتمسك بنهج الاعتدال، فلم يميز بين طائفة وأخرى. رحل الحكيم العرب ليبقى الملك سلمان بن عبد العزيز خير خلف لخير سلف. نرجع نرحب بالشيخ فادي حجازي، اهلا وسهلا فيك. أهلا ضيف وسهلا معنا بحلقه خاصه بالملك عبد الله. قديش برايك هالتقرير عطى حقه للملك؟ طبعا مهما بلغنا يعني، حتى لو قلنا اكثر من هيك مش حنعطيه حقه. اللي قدمناه شيء مهم، ولكن الملك عبد الله حقيقه اللي قدمه للبنان او بشكل عام للمنطقه او حتى عالميا كان رجل يعني اعطى السياسي نكهة أخرى. نعم، 10 سنوات من مكافحة الإرهاب، التصدي للحروب، 10 سنوات من دعم الاقتصاد والازدهار والإنماء. شو سر هيدا الملك يلي ما مد إيده بس لبلده، إنما نهجه طاول البلاد العربية لبل العالم؟ يعني ليس غريبا أن يكون المؤمن بديانة الإسلام، وأنا أعتقد أن هذا الرجل كان رجل مؤمن في الحقيقة، وأراد أن يتبع نهج الصالحين، وهو لا يؤمن أن العالم يقف في بلده أو في عائلته. هو مد يد العون إلى كل المستضعفين وإلى كل المحتاجين في العالم. يعني ليس غريبا أن يقدم مساعدات إلى لبنان، وهو دائما كان يعني لبنان بوجدانه، وكذلك فلسطين، وكذلك كل الدول التي الجريحة إذا صح التعبير. نعم، كنا أي وقت نقول المملكة العربية السعودية وتحديدا الملك عبد الله بن عبد العزيز ولبنان، بنحكي عن علاقة تاريخية عمرها سنوات، يعني بنحكي عن دعم معنوي وأيضا دعم ملموس، آخرها كان الهبة للجيش اللبناني. في نوع من الطمأنينة عند الشارع إن كان المسيحي أو حتى المسلم بوجود هيك رجل وهيك ملك. اليوم نحن بلبنان شو أكثر شيء عم نفتقد له؟ حقيقة يعني دائما عند رحيل هكذا نموذج من الناس يعني ينقبض القلب، وإن كنا نأمل أن يكمل مسيرته من جاء من بعده ونتمنى ذلك، لأننا نشعر بالحزن والأسى ونشعر برحيله. يعني ما زلنا في الأيام الأولى ولا نعرف طبيعة نهج خلفه، ولكن حقيقة نشعر بفقدانه.
ذكرت حضرتك انه هو رجل مؤمن وهذا شيء لا شك فيه، ويمكن واحدة من الدلائل هي زيارته للفاتيكان، انفتاحه على مختلف الديانات. رجل هالقد مؤمن بالدين الإسلامي، هالقد منفتح على اختلاف الديانات ومحاربة التطرف، هذا الشيء قديه بيثبت الدين الإسلامي وبيفرجينا إياه بصورة صحيحة؟ طبعا نحن عندما نجد رجل مؤمن في هذا الموقع، دائما صاحب الموقع الأنظار تلفت إليه طبعا، وإذا كان بموقعه هو بالذات التأثير يكون أعم وأعمق وأعظم. نعم. ولذلك نحن نجل هذا العمل أو هذا الإيمان منه وهذا الانفتاح الذي هو يدل على الإيمان، وهو نفسه الإيمان، يعني الانفتاح والاعتدال هو الإيمان بعكس ما يراه البعض، وكأنه يرى أن الاعتدال هو نوع من الابتعاد قليلا عن التدين، إنما هو الدخول في عمق الدين الإسلام أو أي دين آخر، دين سماوي كالدين المسيحي ودين اعتدال ودين محبة. ولذلك الذي يقدمه أي رجل في موقعه وهو بالذات لا بد أن نحترمه وأن نحفظه في قلوبنا، ويجب أن يخلد حقيقة. نعم. قبل ما نتابع مع حضرتك بناخد اتصال من سماحة الشيخ عباس الحايك اللي موجود معنا على الخط. صباح الخير سماحتك. صباح الخير. نحن منعزيك برحيل الملك عبد الله، وطبعا بنتمنى انه ايام الجديده او اللي جايه تكون خير على السعوديه وعلى لبنان والعالم العربي. شو خسرت الامه العربيه برحيل الملك عبد الله؟ اولا مما لا شك فيه ولا ريب بان خساره الملك عبد الله بن عبد العزيز تكاد ان لا تعوض. نعم. لاستثنائيه هذا الرجل في خطه العروبي والتزامه بخط وقضايا الأمة جمعاء، وخصوصا قضية فلسطين كما تفضل سماحة الشيخ قبل قليل. نعم. ووقوفه إلى جانب الثورات، ثورات الربيع العربي، واهتمامه المباشر بكل الحوارات سواء كانت هذه سواء كانت بين الأديان أم بين الحضارات والثقافات. لا شك بأن فقيدنا الملك عبد الله خسارة كبيرة لا يمكن لنا أن نعوضها، وإن شاء الله في خلفه وفي الملك سلمان بن عبد العزيز. نعم. إلى أي مدى سماحة الشيخ نحن بهالزمن المتطرف بحاجة إلى رجل وفكر الملك الراحل؟ طبعا لا شك ولا ريب، ونحن على يقين، وهذا مما يعني نحن تعودنا عليه من خلال المسار العام للمملكة العربية السعودية، بأن كل القادة السعوديين أسسوا لمذهب سياسي وليس لمذهب معين، لمذهب سياسي ومدرسة سياسية لا يمكن لها أن تتغير أو أن تتبدل، خاصة يعني على كافة المستويات المتعلقة بالتنمية داخل المجتمع السعودي وبالمساهمة المستمرة دائما في التنمية العربية بشكل عام. هذا إضافة إلى شيء آخر أريد أن أقول، إلى السلوك السياسي المتوارث بين الملوك من خلال انتهاج الوسطية، وهذا ما صرحت به آيات القرآن. نعم. وجعلناكم أمة وسطا، انتهجت المملكة العربية هذه القاعدة وهذا النهج في الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والعمل على تشجيع الخيارات، خيارات السلام في وخاصة في منطقة أوسطية تعج بها الحروب والقتل والتشريد والدمار من كل حد وصوب. نعم. هذا هو نهج المملكة العربية السعودية، وهذا نحن مما تعودنا عليه وعايشناه داخل هذه المملكة برعاية الفقيد رحمه الله الملك عبد الله.
نعم سماحة الشيخ، الملك عبد الله له ايادي بيضاء على الأمة العربية كلها، بس أنا اليوم بدي أخص لبنان يلي كان له مكانة خاصة بقلبه مع إعمار بيروت مع الراحل الشهيد رفيق الحريري، وصولا إلى الهبة يلي قدمها للجيش اللبناني مؤخرا، مرورا بكثير مراحل رح أذكر منها حرب تموز من بعد الحرب ومن بعد ما رجع لبنان يوقف على إجريه، إعادة إعمار بعض القرى كان له يد بيضاء فيها، خاصة قرى الجنوب من بعد القصف الإسرائيلي. شو بتتذكر من هالمرحلة؟ طبعا طبعا يعني اولا وخصوصا بعد مرحلة حرب 2006 يمكننا يعني بهذا يمكن ان اقول بعد من خلال ما تقدم ومن خلال ما سمعنا السؤال ان سياسة المملكة وهذا ما نعتقد به وعشنا وتعايشنا وتربينا عليه لأن سياسة المملكة سياسة قائمة على الخير والاعتدال حتى مع الخصوم حتى مع خصومها، وهي التي أسهمت وتساهم دائما في إعمار لبنان وخصوصا في دعم سياسات الاعتدال وتشجيع اللبنانيين جميعا على الحوار فيما بينهم للحفاظ على وحدتهم وعلى مكتسبات السلطة الوطنية والدولة الجامعة لكل مكونات وأفرقاء الشعب اللبناني. وما قدمته المملكة العربية السعودية من دعم ومكرمة لهذا الجيش ولهذا البلد ولهذه الطوائف بكافة أطيافها دليل على أن المملكة حريصة دائما على الإعمار والسلام والمحبة، وهذا نهجها لا يمكن لها أن تغيره أن تبدله لأنها ترسخت على هذه القواعد فيما يخص الخير والصلاح لكل اللبنانيين جميعا. نعم سماحة الشيخ، برحيل الملك عبد الله بن عبد العزيز سلمت القيادة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، كيف بتقرأ هالمرحلة المقبلة وهل النهج مستمر؟ يعني أعتقد أن ما بين الملك الفقيد الراحل الملك عبد الله وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز هناك خط واضح وراسخ هو بنصرة حقوق الشعوب وخصوصا الشعوب المضطهدة والمظلومة وطموحات الشعوب وخيارات الشعوب. من هنا أنا أعتقد كان وما زالت وقوف المملكة ونصرتها للشعوب المظلومة والوقوف إلى الثورات العربية في الربيع العربي ودعمها المطلق وهي لا زالت تستمر وأخص لدعمها المطلق لقضية فلسطين وقضية شعبها المظلوم، وهي التي وقفت وما زالت تقف هذه المملكة مع هذا الشعب المظلوم والمضطهد في كل المحن والظروف تحقيقا لقيام دولة فلسطينية مستقلة. وأعتقد كلنا يعلم بمبادرة الملك رحمه الله المبادرة التي أطلقت عليها مبادرة الملك عبد الله. نعم شكرا لك سماحة الشيخ عباس. ونهج هذه المملكة هو نهج عربي وإسلامي وهو فضاء مفتوح على إمكانية استرداد الوحدة التي عصفت بها الفتن الطائفية والمذهبية نتيجة لتكاثر وولادات ونمو الحالات الشاذة المتطرفة والمسيئة لعروبتنا ولوحدتنا ولإسلامنا الحنيف. رحم الله الملك من أرض مكة أم القرى وعزاؤنا للأمة العربية وللأمة الإسلامية بخسارة الملك عبد الله وتعازينا للشعب اللبناني ولكم جميعا، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الملك بواسع رحمته وأن يحشره مع محمد وآل محمد وصحبه الطيبين الطاهرين. شكرا لك سماحة الشيخ عباس الحايك، نحن نشكر مدخلتك ونرجع من عزيك عن جديد. Thank you.
يعني بوقت نحن اليوم عم نعيش بأحلك الظروف بالعالم العربي، كان الملك عبد الله الداعم الأساسي للدول العربية من سوريا مرورا باليمن فلسطين ولبنان مثل ما كنا هلأ عم نحكي. اليوم شو خسرنا عربيا برحيله؟ نعم، يعني جلالة الملك مثل ما عرفنا أنه كان داعم للثورات العربية بداية من تونس ومصر، يعني نهاية بآخر الثورات، وحتى لنقول بداية البداية الأولى كانت بفلسطين وبالأزمة اللبنانية. كان دائما الملك إلى جانب إلى جانب لبنان، وهاللي دائما بنتذكره لأنه طبعا ترك بصمة خاصة، دعمه المالي اللي هو بعده مستمر لحد الآن. يعني قد يكون الملك عبد الله هو الوحيد بالعالم العربي اللي قدم خدمات مالية، يمكن واحد يدعم سياسيا، قد يدعم موقف سياسي إلى آخره، أما ماليا وكان شيء واضح. طبعا كنا مع أو ضد جلالة الملك، ولكن هذه حقيقة آثاره موجودة على الأرض، سواء بإعمار لبنان أو بالوديعة اللي اللبناني أيضا. غير الهبات كان في وديعة السعودية اللي هي موجودة لحد الآن، وهذه الوديعة قد تكون يعني لها قيمة كبيرة حتى على حفاظ على استقرار الاقتصاد اللبناني. طبعا يعني بعتقد بالمليارات الوديعة. فهذا الوقوف المادي دائما بيترك أثر، وذلك إذا نظرنا عربيا الثورات، الثورة المصرية ما كانت لتنجح، وما كان الشعب المصري ليأخذ هذه الحرية اللي نحن شفناه، ونحن يعني نحسد للشعب المصري وبنحسده أيضا على دعم جلالة الملك الكبير له. وأيضا بدناش نعدد، لأنه نفس الأمر كان في كل الوطن العربي، كان للملك رؤية وهو أن الشعوب يجب أن تكون يعني مرتاحة في خياراتها وفي قراراتها، وهي التي تقرر مصيرها. هذا الأمر جدا مريح بالنسبة لجلالة الملك. نعم نعم. قديش برأيك شيخ كان ملك بحجمه قادر يحرك بعقارب الساعة السياسية بالمنطقة العربية؟ طبعا تعلمين أن القيود العالمية هي أكبر بكثير من الوطن العربي أجمع. جلالة الملك أو غيره قد يحاولون، هو حاول أن يخرج من الوطن العربي من يعني أزمة معينة، ولكن يعني دائما يقف الحواجز والعواقب الأخرى حجر عثرة. نحن وجدنا فيه الصبر والثبات. يعني كل مراقب للسياسات العالمية والعربية بشوف أنه السعودية كان لها مواقف شوي يعني الإنسان المعادي لسياسة المملكة قد ينظر إليها نظرة استخفاف، وخصوصا مثلا العلاقات الكبيرة التي أسسها هذا الملك وهذه المملكة، ولكن هذه العلاقات المتسعة مع كل الأطراف والأطياف كان لابد منها وكانت ضرورة. وسياسة الانفتاح هذه التي أسسها جلالته هي سياسة دائما يجب أن ينظر إليها بأهمية وبتجرد. نعم، باعتبار أنه السياسة هاي ليس أي أحد يستطيع أن يقوم بها، يعني مش أي واحد بقول أني بدي يكون معتدل صح وأني بقدر أتعامل مع الآخر بانفتاح. هذه تحتاج إلى شخصية مربي نفسها على الحب الآخرين وعلى قبول الآخر، وبالتالي الإيمان بقضيتي. إذا كنتش مؤمن بقضيتي كذوب بالآخر. الملك ما ذهب في القضايا الأخرى، إنما انفتح عليها وأعطى أكثر مما أخذ، وهذا الشيء مهم.
نعم طبعا. على كل حال العلاقات اللي حضرتك عم تحكي عنها شفناها امبارح كانت متجسده بالحشود يعني من كل العالم العربي والعالمي، يعني حتى بما ماتوا جمع القاده العرب والاجانب مثل ما كان عامل بحياته. نعم صحيح، يعني اللي شفنا المشهد اللي شفناه امبارح حقيقه مشهد مؤثر. نعم. يعني كما المشهد الاول عندما يعني يسمع بخبر وفاة هكذا رجل يؤثر في القلب، أيضا مشهد المحبين والمعزين عندما نشاهده وخصوصا بهذا الحجم وخصوصا الصدق الموجود في قلوب وعلى وجوه هؤلاء الناس أيضا يؤثر فينا ويجعل القلب ينبض شوقا وحنينا إلى هكذا رجل. طبعا شيخ، منعرف وقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية ودعمه الكبير لها، هو اللي طالب الخروج الجيش الإسرائيلي من كافة الأراضي المحتلة. كيف بتشوف دعمه ووقفته مع القضية الفلسطينية؟ نحن نجل ونحترم ونقدر وقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية، إلا أننا نعتبرها واجب عليه. يعني لا نقول أنه فعل أكثر من واجبه، وهو مقصر أيضا. مقصر بأي معنى؟ بمعنى أنه دائما يجب أن نفعل أكثر بهذا المعنى، بس هو ما قصر أبدا. نعم، لأنه دائما قضية بحجم القضية الفلسطينية ما فينا نقول عن حدا مقصر. طبعا، لأنه هذا واجب على كل الناس، واجب على الكل. ولكن لا نستطيع أيضا أن نقول أنه لم يدعم القضية الفلسطينية بكل ما أوتي من قوة. نعم. وكل ما أوتي من يعني ليس فقط قوة، من سماح له بالقيام به. يعني في بعض الأمور لا يسمح له أن يقوم بها، تعرف الوضع العالمي. نعم. وهذه النقطة يجب أن ينتبه إليها البعض، أنه قد يقال أنه الملك يجب عليه أن يقدم كذا وكذا، يستطيع. نعم يستطيع ماديا، وهو لا يقصر لو كانت الظروف سامحة، ولكن هذه الظروف الصعبة منعته من قيام بعض الأمور، وهذا شيء ينتبه إليه يعني المراقب والمتابع. باللعبة السياسية العالمية. باللعبة السياسية طبعا. يعني أنه قد يظن البعض أنه مسألة المال بتحل المشكلة، أنه يدفع مال للفلسطينيين بهالموضع، أو يدعم بالسلاح بهالمكان، وبيقدر يشتري. نعم بيقدر، وهو لم يقصر في هذا الموضوع كما سبق وقلنا، إلا أن بعض المسائل ليست بهذه البساطة. يعني هناك أمور يجب أن ننتبه إليها، حتى أنا عم أقول هذا الكلام حتى لا يتهم الملك بالتقصير. يعني إذا هيك نظرنا نظرة من دون شاملة من دون الانتباه لهذه النقطة، قد يظهر الملك وكأنه يعني غير مهتم بالقضية الفلسطينية، وهو ليس كذلك. قلبه كان على القضية الفلسطينية، وقلبه على فلسطين، وقلبه على القدس. وهذا الشيء يعني نراه ونلمسه من خلال مواقفه ومن خلال نظرته وتعامله مع الفلسطينيين. دائما كان كالأب الحنون والعطوف، وهذا الشيء بيعرفوه الفلسطينيين جيدا، وبيحكوه طبعا لما بنقعد مع بعض الفلسطينيين اللي لهم موقع معين، فبيلفتن هذا الاهتمام فيهم. نعم. نعم. سمحت الشيخ، قبل ما نتابع حديثنا رح نتوقف مع تقرير. والملك عبد الله بن عبد العزيز رجل صاحب حكمة ورؤية، واجه التحديات الإقليمية والدولية بالدعوة إلى الحوار بين الأديان، وعمل بجهد للوصول إلى سلام عادل بالشرق الأوسط. كان القوة الموجهة والعقل الملهم لكثير من القادة العرب، ومثل ما كانت المملكة دوما إلى جانب لبنان بأصعب الظروف وسباقة بمساعدته بعهده، فالملك سلمان بن عبد العزيز سيكمل المسيرة والنهج يلي رسمه الراحل.
إذا كان العالم خسر برحيل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رجل عالمي بسياسته المتميزة وحكمته الراشدة وفكره النير، فإنه لبنان خسر صديق كبير تركت أيادي البيضاء الخير بكل المناطق اللبنانية. وأنا بحبه كتير للملك فهد الله الملك عبد الله الله يرحمه، وعملت له حوالي 10,000 صورة من 5 سنين، وحطيت شباب بالليل تلو بيروت كله، وهذه وحدة منهم في أكبر. شوف هذه الصورة، شايف؟ ليه شو كان قصدك فيها؟ الله يرحم أبو الخيرات والكرم، الله يكثر من أمثاله، يعني فضله على الدول العربية وعلى لبنان وعلى الشرق الأوسط وعلى وعلى المسلمين كافة، وعمل الخير يثاب عليه عند رب العالمين والله يرحمه. هو اللي كامش لبنان، يعني هو اللي رافع لبنان، بل ما بنعرف شو اللي احنا عامل بكره. كان فاضل ومساعد للأمة العربية والأخص لبنان. والله نحن نترحم عليه بإذن الله على مستوى الجنة بإذن الله تعالى، قد ما ساعد العالم واقف مع اللبنانية أكثر شيء، حارب بالأزمات الاقتصادية، بالأزمات العائلية، كل شيء، يعني واحد ما بيذكر إلا بالخير. تولي الحكم بالعام 2005 وليوم رحيله، ما بخل الملك عبد الله بن عبد العزيز بتقديم كل الدعم المادي والمعنوي للبنان. فمع اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان للملك موقف تاريخي بدفاعه عن المحكمة الدولية ومنعه كل محاولات تسويف عملية إنشائها. وبالعام 2006 وبعد العدوان الإسرائيلي قدم الملك كل الدعم لإعادة إعمار ما تهدم، معتبر أنه دعم لبنان واجب على كل الدول العربية. المحكمة الدولية معظم الدول العربية وأولهم المملكة العربية السعودية كانت هي شو اسمه الدعم للمحكمة ومشجعة، وكل ما كان في زعماء عندهم أو اجتماعات أو هذه اللقاءات كانوا يحكوا بالمحكمة ويجب ندعمها من شأن المرحوم رفيق الحريري. والله ضميريا اشتغل كتير لصالح لبنان، إن كان ماديا ولا معنويا ولا اقتصاديا. أحسن شخص نعرفه نحن كرئيس دولة، كرئيس إسلامي، ساعد لبنان كتير. أي مراحل أكثر شيء؟ بكل بالمراحل الصعبة تبعته بالعدوان الإسرائيلي، كيف هو بيصلح غيره بيخرب بلا معنى. يعني أكثر شيء فينا نقول الله يرحمه، وكان دائما عينه على لبنان. الملك عبد الله بن عبد العزيز ساعد لبنان كثير، ولو ضلوا يساعدوا حتى جماعته اللي بعده هن بدهم يساعدوا كمان ويقدموا كل اشياء يعني بيحتاجها. معلوم خسر لبنان، بس الله بيبعت واحد غيره كمان ونفس الشيء بيساعد لبنان كمان، لأن السعوديين كتير بحبوا الشعب اللبناني. رجل عمل خير، كان يساعد لبنان ويساعد كل العالم، رجل معطاء بسموه الله يرحمه. الملك عبد الله الله يرحمه يعني رجل استثنائي، ورجل بكل ما نكلم معنا من عشرات السنين، بالأزمات اللي مرق فيها لبنان، من الاجتياح الإسرائيلي للحرب الأهلية لحرب تموز لحرب المخيمات لمخيم نهر البارد، كل الظروف أكيد من أيام الملك فهد لا وصل الملك الحالي الله يرحمه، له أفضال كتير على لبنان وعلى الشعب اللبناني. مكرمات الملك ما توقفت، فما أن وجد لبنان بمواجهة الإرهاب حتى هب الملك لمساعدته ونجدته، مقدم مكرمة ب$4 مليار لصالح الجيش والقوات العسكرية الشرعية لمواجهة الإرهاب. شو بدك تتذكر؟ لأنه في كتير أمور
كانت السعودية عون للبنان وللحكومات، وكانت ماديا ومعنويا حتى أي مشكل بيصير أيها كانت تتدخل بتهدية الأوضاع والتقارب. بالنسبة لي مساعدة الجيش من أهم الأشياء اللي نحن بنقدر له إياها. ساعد لبنان بطريقة ما تتصور ولا حسب شو بيساعد. عطى لبنان فاق طاقة المملكة حتى. وآخر دفعة دفعها للبنان 4 مليار مليار 3 مليار ومليار، هذه قام الجيش اللبناني كليته لحتى يكون على وجه المقاومة. الملك عبد الله وفيصل أحسن اثنين مدوا لبنان اقتصاديا وعسكريا كمان. حزن اللبنانيين الكبير على الملك الراحل ما بيخفف من وطأته غير استمرارية النهج والمسيرة مع الملك سلمان بن عبد العزيز. سمحت الشيخ، قدرنا نلاحظ من خلال التقرير قديش حبه واهتمامه بلبنان ما لمسته فقط الطبقة الحاكمة أو السياسيين، كمان المواطنين هيك بكل عفوية وبصورة حقيقية لامسين هيدا الاهتمام وعم بيعبروا عنه. حتى في أحد الأشخاص اللي التقت فيهم الكاميرا قال ما بنعرف شو بدنا نعمل من بعده. يعني هالقد كان تأثيره كبير حتى على المواطن اللبناني كفرد. دائما يجب أن نعرف أن المواطن هو المرآة، يعكس الحقيقة، وخصوصا الفئة الطيبة التي لا مصلحة لها في أي كلام وفي أي حديث أو في أي مديح. طبعا هذه ما شاهدناه وما قاله هذا الرجل وغيره إنما يدل على أن الملك كان رجل معطاء وكان رجل خير. وحتى لو لم يأخذ الشخص يعني نصيب ما شخصيا إلا أنه يجد ويرى ويشاهد ويعرف فضل هذا الرجل على بلده وعلى ما قدمه وما أعطاه. فلذلك دائما المواطن يعني أو الإنسان البسيط وهو إنسان يعني يعكس الحقيقة بكل شفافية. نعم. يعني حتى كنا عم نشوف ثقة عند الشارع اللبناني عم بيقول بكل طيبة في رجل قال إنه الجماعة يلي من بعده رح يكملوا بنفس نهجه. اللبناني مش هين يكسب ثقة من حدا. كيف تقرأ كيف بتشوف هيدا الثقة يلي اكتسبها اللبناني؟ طبعا اولا الملك يعني ما خيب الظنون باغلب الاحيان، ودائما كنا باي مشكله الانظار تتجه الى السعوديه الى المملكه العربيه السعوديه دائما. هذا الشيء يعني حتى اي مننا الان اذا شعرنا انه في مشكله اقتصاديه ما الاول وهله مباشره بنقول السعوديه ممكن تقدم، مش بنقول يعني انه ربما لا بنقول ممكن وقد نتأمل بثقة. ليس فقط بالمسائل المادية حتى بالمسائل السياسية، لأن نحن الآن بوضع فراغ رئاسي. أنا شخصيا مباشرة أقول أن على السعودية وأشعر كأن السعودية يجب أن تقوم بدور ما يعني في المسائل السياسية والاقتصادية نتكل دائما عليها. نتكل على هذا البلد حقيقة لأنه أثبت يعني حيادية وعدم تطرف ومحبة وخير دائمين. هذا الشيء عم نقوله بكل شفافية وبكل صدق بغض النظر عن أي خلاف. يمكن لو سألتيني عن خلاف أو عن انتقاد ممكن جاوب، ولكن نحن الآن بمحضر الوفاة
لابد من ذكر هذه الخيرات الخير والفضل يعني والمحاسن اللي قدمها جلالته للبنان وللعالم. نعم، نحن رح ننتقل عند زميلتنا رولا كساب حداد ضمن كلام بيروت، وطبعا العنوان العريض معروف. صباح الخير رولا. صباح الخير جوال. صباح ضيفك. صباح ضيفي دكتور محمد جواد خليفي وزير. اهلا دكتور. اهلا. صباح النور. صباح النور. الموضوع اكيد العريض، وداع رجل الحوار والاعتدال الملك عبد الله بن عبد العزيز، وايضا يعني بغمره المشهد السعودي الانظار اتجهت نحو البقاع بالامس، حيث استعاد الجيش اللبناني زمام المبادره من جديد، ولكن دفع من جديد ضريبه الدم. هودي العنوانين الابرز بحواري اليوم مع دكتور خليفي، علما انه حلقه كلام بيروت اليوم هي حلقه استثنائية تستمر حتى الساعة 12. بالقسم الثاني منا بينضم لنا معالي الوزير غازي العريضي، وبالقسم الثالث معالي الوزير رشيد كرباس. نعم نعم. إذا رولا التفاصيل من تبع بتمام الساعة 9:05 وعلى www.futuretvnetwork.com. شيخ فادي حجازي، نحن نشكر حضورك معنا اليوم، نرجع منعزيك، منعز لبنان الأمة العربية، ومنخص بالذكر المملكة العربية السعودية بوداع الملك عبد الله بن عبد العزيز، على أمل الأيام الجاية تحمل معه كل خير للعالم العربي والأمة العربية، ونتمنى التوفيق للملك سلمان بمهامه. وطبعا منقول أنه حضورك معنا كان غني بالحلقة، لنضوي أكثر على مهام الملك عبد الله يلي كانت كثيرة وكبيرة وكرم، وكان مبين وملموس عنا نحن تحديدا الشعب اللبناني. يعني كنا منعرف نحن بدنا كمان منعزيك ومنعزي الأمة الإسلامية بهذا الرحيل وبالفقيد الغالي حقيقة على قلوبنا، ومنأمل أن يكون الولي العهد إن شاء الله يكمل المسير إن شاء الله. نعم. نحن رح نختم مع تقرير خاص أيضا حول الملك عبد الله من إعداد قسم الرياضة، وموعدنا بيتجدد معكم بكرة بحلقة جديدة. باي. حرص الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بشكل كتير كبير على الشباب السعودي الرياضي خلال عهده وحتى قبل ذلك، وعلى رغم الاهتمامات السياسية وشؤون الحكم الضاغطة، إلا أن الشباب السعودي والعربي كان لهم مكانة في قلب خادم الحرمين الشريفين، وكانت لفتة كريمة من جلالته تقديم هدية لهالشباب ومن خلالهم لكل الشباب العربي، وهي ملعب الجوهرة المشعة، حيث بالفعل كان هالملعب جوهرة بكل ما للكلمة من معنى. وحرص جلالته شخصيا على الاهتمام بهالمنشأة إلى أن أتى يوم الافتتاح. السلام عليكم. تفضل بوضع يدك الكريمة على الكرة لافتتاح الملعب. شكرا، بارك الله فيك، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أبارك هذه الدعوة التي نفتتح المدينة الرياضية للشعب السعودي وأبنائي، وأقول لهم إنكم تستحقون أكثر وأكثر، لأنكم أولاد وأجدادكم الأوائل اللي عمروا هذه البلد إلى هذه الوقت. شكرا لكم حبابي أحبابي وإخواني. هذا هدية. هدية من طلع. تتوفر في هذه الجوهرة شاشتين إلكترونيتين عملاقتين بمقياس 16.9 متر، وتمتاز مقاعد الملعب بترقيم، وبتضم المدينة صالة رياضية مغلقة للألعاب المختلفة بسعة 10,000 متفرج، وتحتوي على 3 ملاعب لكرة قدم خارجية، و4 ملاعب لسداسيات كرة القدم، و6 ملاعب لكرة المضرب، ومرافق ومضامير خارجية لألعاب القوى. الاستاد الرئيسي بمدينة الملك عبدالله الرياضي جهز ب9 مواقع ثابتة و15 موقع متحرك خاص لكاميرات النقل التلفزيوني لتمكنها من نقل الفعاليات،
وتتميز مرافق المدينة المتطورة بقدرتها على استضافة فعاليات غير رياضية، إذ يمنحها تصميمها إمكانية احتضان مهرجانات وفعاليات ثقافية كبرى. وتتكون المدرجات المخصصة للجماهير من ثلاث مستويات، تتميز بتقديم رؤية واضحة لأرضية الملعب، وغطي سقف المدرجات بنسيج قماشي غليظ وشبكة فولاذية متينة لوقاية الجماهير من الشمس والأمطار، حيث روعي في تصميم واستخدام أحدث التقنيات اللازمة للتحكم في درجة الحرارة وتدفق الهواء في الملعب. وتستمتع الجماهير التي ستحضر المباريات في مرافق مدينة الملك عبدالله الرياضية بإنترنت مجاني يغطي أرجاء المدينة، ليتيح للجمهور مشاركة لحظاته الممتعة يلي عم يقضيها في المدينة في وسائل التواصل الاجتماعي. ويوجد ما يقارب 105 مقاعد في قاعة المؤتمرات الصحفية، ويتوفر في المدينة 15 مصعد كهربائي. باختصار، هذه كانت الهدية الأخيرة من الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز للشباب السعودي.